سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في صحة جيدة وامور ديالكم مزيان. وعواشر مبروكة باش ما تمنيتو ان شاء الله في اليوم روتين جديد او فيديو جديد على القناة. فغادي نقدم لكم واحد الوصفة الصراحة اللي زوينة بزاف، اللحام، البشرة، الوجه، هكايا الايدي ديالكم، الرجلين ديالكم. المهم واحد الوصفة الصراحة اللي رائعة بزاف. فغادي نحتاج فيها الحليب، يكون الحليب هكايا مفيض ويكون الحليب هكايا فايض وحامضة، ونشا ضوف. اول حاجة غادي ناخد ضوف، هي الاولى. غادي هكايا غادي نبشرها كيف كتشوفوا معايا. غادي نقوم بالحك ديالها غير كمية قليلة على حساب اللي غادي تدوز لكم، واحد ربع ايام ولا خمس ايام ولا على حساب شنو غادي ديروها نتوما. المهم غادي ناخد هاد الضوف هادي، غادي نحكها بحال هكايا، وغادي ندير عليها نشا تقريبا واحد الملعقة ديال النشا، وغادي ندير عليها غادي نزيد عليها الحليب. فالحليب على حساب الكمية اللي عندكم نتوما ديال الضوف اللي غادي تحكوها، وعلى حساب النشا، وعلى حساب الكمية اللي عندكم كيف قلت لكم. فغادي ناخد واحد الكاسرول هي الاولى، وغادي نزيد عليها الحليب وضوف، وغادي نزيد عليها هذيك النشا، وغادي نديرهم يطيبوا. بالنسبه للناس اللي عندهم البشره حساسه ما يديروش الحامض، فانا ما كنديرش الحامض للوجه ديالي بالمره، ما كنديروش، وما كنصحش بزاف الناس انهم يديروا الحامض للوجه ديالهم. واخا تكون البشره تكون يعني واخا تكون دهنيه ما يديروش الحامض، يتجنبوا، لان الحامض كيخلي كيعطي واحد التهيج للبشره. المهم انا ما كنحبش الحامض للوجه ديالي. صافي، فشتو الخالط كيف شفتوه راه كيولي بحال شي كريم او بوماد. هاد الكريم هذا تقدروه ديروه بالليل، تقدروا ديروه بالنهار. المهم هاد الكريم هذا غزال غير بوحديتو بحال هكا راه زوين على شكل ماسك. فانا الوجه ديالي كان خاصو ندير ليه واحد الكوماج، فانا يا خديت كيف كتشوفوا معايا الحامض، غادي نخليه على جنب، بعد غنقول لكم الحامض غادي نديرو الايدي ديالي. وهادي دوف، الكريم ديال دوف اللي خلطت، غادي نديرو لهذيك القهوه، وغادي نديرو على شكل كوماج الوجه ديالي والايدي. صافي، هنايا غادي ناخد واحد الملعقه او جوج المعالق، المهم على حسب الوجه ديالكم. فانا غادي نشد القهوه كيف قلت لكم، القهوه اللي كنكونوا هكايا كنطيبوا بها. غادي نشد هاد القهوه مع هاد دوف، هاد الكريم هذا اللي صيبت بنشا وضوف، غادي ناخذو وغادي نديرو الوجه ديالي على شكل قماش حتى نقومي به وجهي مزيان مزيان مزيان، ونخليه تقريبا واحد جوج دقائق ولا ثلاثة دقائق وانا كنقوميه. وداك الشيء اللي فشات كيف شفتو معايا راني درتو للايدي ديالي بهذه الطريقه هذه حتى هوايا. غادي نديرو قماش ليدياتي، وغادي نبقى كنفرك فيهم هكايا بهذا الشكل هذا حتى انهم ينشفوا، وتديك القهوه هكايا هكايا تحك ليدياتي. صافي، وغادي ناخذ واحد شويه الحامض حتى هو نديرو الايديا، بما ان غير ايديا غادي ندير لهم الحامض، اما الوجه ديالي ما غاديش نديرو الحامض كيف قلت لكم، راه كتكون البشره حساسه ما ديروش الحامض بالمره، ما ديروش ليها الحامض. صافي، هنايا غادي نخليه واحد تقريبا واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق. صافي، ونغسل الوجه ديالي، نغسله مزيان مزيان. صافي، وكتحصلوا صراحه على واحد النتيجه اللي رائعه بزاف الوجه ديالكم. صافي، المهم البنات انا غسلت وجهي في الاثناء هذه، وغادي نوريكم واحد الطريقه اخرى ديروها حتى هي الايدي ديالكم ماسك، وديروه ليديكم ولرجيلاتكم حتى هو تيخلي واحد النعومه وواحد البيوضيه الصراحه، اللي غادي تشوفوا الفرق ديالهم ديك الساعه صراحه غادي تشوفوا الفرق ديالهم. فغادي ناخذ هنايا الحامض، زدت عليه نشا واحد الملعقه ديال النشا زدتها عليه، وغادي نزيد عليه واحد شويه هذا الدواء الاحمر البنات، واحد شويه ديال الدواء الاحمر. صافي، غادي نزيد واحد شويه هكايا ديال الدواء الاحمر، وغادي نزيد هذاك الخليط ديال دوف ونشا حتى هو، غادي نزيدهم لهذا الخليط هذا. فالبنات راه كتحصلوا على واحد ليديات اللي كيكونوا هكايا غوز، ورجيلات حتى هما يغوز،
وفي نفس الوقت بيضين بيضين. والله البنات هذا الماسك هذا والله الا راه زوين، غير جربوه راه غزال، ديروه على الشكل هكا يا ماسك لي ديالكم والوجه ديالكم يوميا كيف وريتكم. غير هذا الماسك ديال دوف ونشا فقط هي بوحدو راه كافي كافي الوجه والرقبه راه كيخليها بيضه كتشعل. المهم انايا خديت عندي واحد شويه ديال هذا ديكاباج، الماء ديال ديكاباج ولا شريو اوكسي ولا المهم اللي عندكم. فانا عندي هذا متوفر ديال السباغه، صافي ضفتو على هذا الخليط هذا، غادي ضاعف الكميه ديالو كيف شفتوا معايا، وغادي يولي اللون ديالو غوز بهذا الشكل هذا، يولي اللون ديالو وردي. صافي غادي نديرو اليديا ولا رجلاتي وغادي نخليه لواحد المده تقريبا واحد ربع ساعه ولا نصف ساعه على حساب انه ينشف ليكم. صافي هنايا غادي نطالي هاد الكريم هذا، كي شفتوه راه كيولي على الشكل كريم، شوفوا البنات راه زوينه هاد الوصفه هذه. صافي غادي نخليه ليدياتي واحد نصف ساعه ولا ربع ساعه المهم على حساب انه ينشف لكم وتحسوا به. ديك الساعه ديك الساعه كيعطي واحد البياض وكيعطي واحد النتيجه اللي رائعه البنات، كيعطيها لكم ليدياتكم والرجيلات ديالكم، كيخليهم انهم يكونوا اللون ديالهم وردي وكيكونوا بحال ديال لي بيبي. فانا المهم البنات غنخليهم في هذه الاثناء هذه ونعود فاش نغسلهم نرجع معكم تشوفوا كيفاش غادي تكون النتيجه. فكيف شفتوا راني كنفرك كنبقى هكا كندير ليهم كنفركهم، وداك الخليط اللي بقى لي راه غنديرو لرجيلاتي. صافي هنايا كنبقى هكا كنبقى نفرك ليدياتي هذوك ما بين الاصابع دوك البلايص اللي كيكونوا سودين في ليديات ديالنا، كاننا كنبقاو نحكو نفركو فيهم. صافي في هذا الشكل هذا غادي نخليهم ينشفوا ليا واحد ربع ساعه. صافي هنا بنات كيف شفتوا راه نشف الخليط، شوفوا كيفاش ولا هذاك الكريم هاد الوصفه كيفاش ولات على اليديا كيف شفتوا. صافي غادي نمشي دابايا نمشي نغسل ايدياتي نغسل وتشوفوا النتيجه النهائيه كيفاش كيخرجوا اليديات. شوفوا البنات كيخرجوا واحد البياض واحد الرطوبيه فيهم زوينه زوينه بزاف، وكيخرجوا بيضين بيضين. المهم البنات راه دائما مع الشقاء وتماره وكتكون كتكون ضروري انك كتغسلي الماء بلا ليغون بلا حتى شي حاجه، ضروري ان اليديات كينشفوا وضروري انهم كيكحالوا. المهم البنات هذه الوصفه هذه كنديرها مره مره كنديرها لليدياتي. صافي البنات هنايا شاركت معكم الغدانه ديال اليوم، واحد الكسكسو اللي جا معلك معلك يا البنات، جا زوين، واحد الكسكسو اللي رائع ما شهيتكم فيها البنات، غزال غزال بزاف. صافي هذا هو غدا، انا رفيت بزاف لي وسبق لي محضره معكم كيفاش تحضروا الكسكسو. دائما كنديروا هكا الكسكسو نهار الجمعه وكنكونوا مجموعين بهكايا، فانا حضرت هذا الكسكسو هذا فكيف شفتوا معايا راه جاه زوين. المهم هذا هو غدانا ديال اليوم. صافي من بعد غادي ضروري ما بين الغدا كتجمعي الكوزينه كطرفي الدنيا وكتاخدي واحد القسط ديال الراحه. من بعد درت واحد البيتزا هكايا بيتزا الكوتي، درت واحد جوج اشكال ديال البيتزا. فالمهم هنا خديت تقريبا واحد الكاس ونصف ديال الحليب هكايا، يكونوا الكاس العنبه ولا على حساب القياس نتوما اللي عندكم، الكاس ونص ديال الحليب مع نصف كاس ديال الزيت. هنايا واحد شويه ديال الزعتر حتى هو يضفتو، كيجي زوين الزعتر للبيتزا. هنايا ضفت الزعتر. صافي ونضيف واحد شويه ديال الخميره وشويه ديال الملحه. صافي ونخلط هاد المكونات مع البعض ديالها. صافي هنايا الحليب بعد ما فاض لي ماشي فاض غير سخون، غير ياخذ واحد درجه الحراره ديال السخونيه هكايا يسخن باش تجينا البيتزا رطبه وتجينا زوينه، ضروري ان الحليب يكون في البيتزا. المهم انايا هذه العجين ديالي اللي كنديرها دائما للبيتزا، ما كنتخلاش على حتى الوصفه تاع هاد العجين هذه. فغادي نخلط الكل جيدا هكايا، غادي نخلط السوائل مزيان نخلطهم. من بعد ما نخلط هاد السوائل هكايا يتخلطوا لي مزيان الزعتر
والحليب والزيت. غادي ناخد الدقيق دابا على حساب الخليط، وحاولوا انكم الخليط ديال البيتزا ما يكونش انه قاصح، دائما خليوها واحد شويه هكايا مرخوفه شويه باش كتعطينا رطبه وكتجي العجين ديال البيتزا زوينه. صافي، هنايا العجين ديال البيتزا نخليها ترتاح ليا. من بعد غادي نقطع واحد الفلفله حمراء وجوج فلفلات خضرين، ولا جوج فلفلات حمرين وجوج فلفلات خضرين متوسطين، وغادي ندير لهم واحد شويه الزيت وغادي نخليهم يسوطيو هكايا فوق البوطه على نار هادئه حتى انهم يهبطوا او يدبالوا شويه من داك الجهد ديالهم، ما يبقاش فيهم داك الجهد. صافي غادي نسوطيهم بهذه الطريقه هذه وغادي نحطهم نحتفظ بهم. فهاد الاثناء هذه غادي ناخذ واحد شويه ديال حكمه طيشه، ديال حكمه طيشه غادي نزيد عليه واحد شويه ديال الهريسه، شويه ديال التحميره، وشويه ديال ضروري وشويه ديال لقمه هكايا، وهذا الخرقوم. وغادي نحطهم فوق البوطه، غادي نزيد عليهم شويه الزيت شويه الزعتر ونخليهم على نار هادئه حتى همايا. نحك واحد جوج ريوس ديال الثومه ولا ثلاثه ريوس ديال الثومه متوسطين. صافي نحطهم على نار هادئه مره نبقى نقلب هاد المكونات هادو.
صافي هنايا خديت واحد شويه ديال الكفته، غادي نسوطيها حتى هي فواحد شويه ديال الزبده، وغادي هكايا على نار هادئه ونخليها نسوطيها بهذه الطريقه هذه حتى انني نطيب ليا وتحصل على واحد هكايا تكون الكفته طيبه وتكون زوينه. صافي هنايا غادي نخلي الكفته طيب ليا، غادي نمشي العجين ديال البيتزا اللي خليتها كترتاح. دائما كنسبق البيتزا هي الاولى، العجين ديالها هي الاولى، كنخليها كترتاح وعاد كنبدا نوجد في الحشوه ديال البيتزا. صافي هنايا غادي نرش شويه الدقيق وغادي نبسط العجين ديال البيتزا، غادي نقسمه على جوج ديال الكويرات، وغادي نقسم البيتزا على جوج، وغادي نبدا هكايا نصيب العجين تاع البيتزا او نورقها بالدلاك. صافي ونحطها على المقله فين غادي تطيب، على اللاطه فين غادي تطيب. صافي البنات هذا هو العجين ديال البيتزا بعد ما تشكل، راه زوين وكيجي رطب كيف شفتوا معايا. هنا بعد ما سرحت العجين وثقبته بالشوك كما في الفيديو، راه الفيديو شارح راسو. صافي درتها طيب واحد شويه، نص طيبه غير واحد شويه. صافي كنخرجها كندير لها داك الصوص ديال الطوماط اللي صيبت ديال البيتزا، كندير دوك الفلافل كنديرهم على الواجهه. صافي وكنبدا نبسط في المقادير كامله، كندير الكفته، كندير الفرماج، كندير الزيتون. صافي هذا البيتزا، الشكل البيتزا الأولى. We'll be right back.
صافي هنايا البيتزا الثانيه هنايا، هنا درت ليها البيتزا حتى هي نفس الطريقه، درت لها الصوص طوماط ودرت لها الفلافل، درت هنايا في عوض من ديال الكفته هنايا درت الطون، درت الكاشير صافي، ودرت الزيتون الاخضر صافي، ودرت الموتزاريلا الفرماج الموتزاريلا، وغادي نحطها في الفران. فهنايا درت جوج البيتزات هنايا كيف شفتوا معايا، الاولى بالكفته والثانيه هذه بالطون والفرماج وهكايا والكاشير. هذه الكفته ديال الكفته غادي ندير لها الموتزاريلا دابا، وغادي نحطهم في الفران يطيبوا واحد النار اللي كتكون متوسطه صافي، ونخرجهم والبنات. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالي بعد ما خرجتهم من الفران، راه جاو زوينين زوينين بزاف ولذات في الطعم ديالهم، وجا حتى الشكل ديالهم زوين. فنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساونيش من الدعم ديالكم ومن لايك ومن الضغط على زر الجرس باش يوصلكم الجديد. فغادي نخليكم في امان الله.